السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وسلامة بإذن الله. استكمالا لما تعلمناه في فلاتر، وكان آخر حاجة اتكلمنا عنها ألا وهي الراديو بوتون، آسف الراديو وعموما أو الراديو بوتون مش هتفرق يعني، اللي هو إنك تعمل كذا تشويس، بس ما بينها الفرق ما بينها ما بين التشيك بوكس والراديو بوتون. التشيك بوكس ممكن تختاره اكتر من مرة او تختار اكتر من تشيك بوكس، الراديو بوتون طبعا لا. طيب دلوقتي احنا كنا عملنا الراديو وبعد كده اسف كنا عملنا التشيك بوكس وبعد كده كنا عملنا التشيك بوكس اللي هو تايل. هل الراديو ملهاش راديو تايل؟ لا طبعا ليها، بس قبل ما احنا نعمل الراديو تايل هنعمل نفس اللي احنا كنا بنعمله في كل مرة. هنقول له مثلا متغير من نوع سترينج يكون مثلا نوعه نيم مثلا، وهيساوي تكست فاضي على سبيل المثال، او هيساوي مثلا حسام، خليها تكست فاضي، خليها تكست فاضي مؤقتا. وانزل كده تحت هنشيل بقى التكست اللي احنا عاملينه ده ونحط مكانه الويدجت اللي احنا اتكلمنا عنها الا وهي راديو ليست تايل. لحد كده جميل. اعمل كنترول اس، نزل دي لتحت. الراديو ليست تايل بتحتاج ايه بقى؟ تعالى نقف كده عليها او ننزل على الريكوير. عندك ثلاث حاجات ريكوايرد: الفاليو، جروب فاليو، والاون تشينجد. هي بالظبط الفاليو بتاعتك هنقول ان هي عبارة عن النيم. لحد كده جميل. طيب الجروب فاليو هنخليها برضو النيم مؤقتا بس. لحد كده جميل. الاون تشينجد مفروض ان هي بتاخد قيمة الفاليو، صح كده؟ string value، وهنقوم فاتحين القوسين. هنقوم ايه؟ فاتحين القوسين. طيب ايه المشكلة عنده؟ المشكلة عنده، طب بص اقول لك انا، لو احنا مش عارفين نعمل ايه نقف كده، هو هيعملها لوحده. عمل هنا قيمة الفاليو. طيب هنا بقى مفروض ان هو بياخد ايه في الاون تشينج؟ بياخد الفاليو اللي انا كتبتها هنا. فهل ينفع اسيبها نيم؟ لا، يبقى ساعتها هحط هنا الفاليو بتاعتي. الفاليو بتاعتي هسميها مثلا هنا حسام. لحد كده جميل. بعد كده هنا هقول له سيت ستيت في الاون تشينج ان النيم يساوي الفاليو، وطبعا نعمل النال تشيك. ده كده ايه؟ الراديو ليست تايل. طيب انا عايز احط الراديو ليست تايل ده جوه كولوم، وهقوم عامل كذا اسم عشان اوريك الراديو ليست تايل شغاله ازاي. هناخدها كده كوبي بيست بيست. هنا مثلا هسمي حامد مثلا، وهنا هسمي مثلا لانا، اسم بنتي مثلا. وطبعا بعد كده هقول له هنا في الاون تشينج في كل واحده هقول له برنت لي النيم عشان اوريك ايه هو الراديو ليست تايل. كوبي، وهنعمل هنا كوبي، وهنطلع فوق عند حسام ونعمل هنا كوبي. تعالى بقى كده نشغل. كده بقى عندنا ايه؟ عندنا ثلاثة راديو بوتون والفاليو بتاعتهم موجودة، بس هنا التكست مش موجود. دي بقى فايدة الايه؟ الليست تايل. طب ايه هي الفايدة برضو؟ ان انا هقوم رايح هنا عند الليست تايل وهقوم عامل التايتل بتاعها، هقوم عامله عبارة عن تكست وهكتب فيه الاسم اللي احنا عملناه هنا مثلا حسام. دي فايدة الراديو ليست تايل غير الراديو بوتون. الراديو بوتون بتخليك ان انت يعني عبارة عن اللي تشويس بس، انما ما فيهاش تايتل، بتحتاج ان انت تحطها جوه رو وبعد كده تحطها جوه تكست. هنا بقى هنقول كده بيست نفس الفكرة بالظبط، هنخليها تحت
اعمل بقى كده كنترول اس، تعالى بقى نران اهو، تلات اسماء اهو. لو انا دوست هنا اتعمل لي برنت الايه لحسام، طب لو دوست هنا بقى ايه بقى حامد، ولو دوست هنا بقى ايه بقى لنا. لحد كده في حاجة صعبة؟ ده الراديو ليست تايل. في تاني زي التشيك بوكس تايل بالظبط، ان انت ممكن تتحكم في الليدنج والتريلنج، ان انت تتحكم في ايه، في مكان اللي هو المكان بتاع التشويس. وطبعا التايل كالر، انا هعمل زوم برضه عشان تشوفه التايل كالر والسيلكت التايل كالر. يعني لو انت دوست لون النقطة اللي يعني اللي بتظهر تبقى عبارة عن لون ايه. هنا الكنترول افينيتي اللي هو المكان بتاع اللي تشويس، تعالى برضه اوريهولك، تعالى اما نشوف كنترول افينيتي ليست كنترول، هنقول له مثلا نختارها هي ليدنج ولا تريلنج ولا بلاتفورم. هنقول مثلا انا عايزها تبقى تريلنج، ده بالنسبة لحسام. كده بقت فين؟ اهي على اليمين اهي، عشان لو انت حابب تغير المكان بتاعها. بس ده الراديو ليست تايل، ده في الدرس ده وفي الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.